هنجيبكم كل شابتر سؤال واحد بس خلاص. ده الافكار بعد كده شويه ام سي كيو ماشي زي ما الكتاب زي ما قال. بعد كده في النظام الثاني خش حسب أو زي كومبليت كده. ما هي هي. يقول لك زي ماتيريال بتجيبن باي ناجي عبد السويد. فايه؟ أو كومبليت زي ماتيريال بتجيبن باي ناجي عبد السويد عند أحمد المكي اسكول. يبقى هي هي ولا لأ؟ بس يعني خليك ملخص. اللي مذاكر إن شاء الله هيجاوب عليه في مرة. مش كاتب ولا حاجة زي ما عايز كده يعني. يعمل حجب ويعوق الناس دعوه عشان انت مش بتاعك عشان تتعلم حاجه ثانيه. رايك ايه؟ مش عارف خلاص؟ هذه نوعيه من مش عارف بقى ايه انا عاوز اتحمس انسان ما توقعونيش بقى وتقولوا ايه السؤال ده جاي ولا مش جاي ما انا راجل بيك تسال هم كلهم اولاد. في حد بيفرق من اولاد بس ياخد عيال فبابا بيقول لك ايه كتر منين عشان يركز عليه ويسيب التاني. دي مش طريقه للمذاكره وللعلم التعلم خالص يعني شهاده انك ترتاح من جدا درجات حلوه. امبارح كنا باجتماع مع وزير التعليم العالي في احد المحاضرات قلت له حاجه كبيره يعني مش شهاده رسميه فهو يكون كل اساتذه كانوا حاضرين معانا جميع الجمعيات اللي هو كان مشترك فيها كان عازمينه برضه مستفادين انك الطلبه في الثانويه العامه يجيبوا الفول مارك وبعد كده يجيبوا مع عم مصر بقى في الفيسبوك بقى الجماعه دول بعد كده ما ينجحوش في الجامعه. ادي واحد. حاجه ثانيه يقول لك مش معقوله ان اسير الحكي يعني في مستوى قلب وبسط بحيث كله ينجح كان ما ينفعش. غلط. مش عشان تسقط يبقى لازم النتيجه تطلع تتبع حاجه اسمها الانفيتيشن زي الجرس القانون. يبقى شويه من الاحيان عارفين الجرس القانون؟ كده يبقى شويه كده تحت وشويه فوق او شويه تحت او والغالبيه العظمى ده في المتوسط انما يبقى كله غلط زي ما قلت لك غلط بطريقه مش تعليم يبقى على طول الاساتذه دول بقى بيغشوا عشان ايه؟ يعني احتمال هو مش هيمشي يدي كله في المره وما يفرقش بين الشاطر واللي مش شاطر. طب ما تعلموش حاجه. عايزينكم عشان انتوا هتطلعوا هتنافسوا وبنشوف بتعملوا منافسات مع الجماعه بين جماعه تقول لك جامعه اكس او واي او زد طلعت الاولى على مستوى الجامعات عمالين ايه؟ على الفيسبوك مش هنعمل كده. لا على عين اولى جامعه مش عارف اكس طلعت الاولى مش عارف ايه وجامعه واي خدت ايه المركز الاول. ايوه هتنافسوا. كده هتعملوا سمعه طيبة ماشي؟ فإنما بنشد عليكم علشان نحبكم. إنما لو جدعناكم أحنا ربنا 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 حاجات سهلة ربنا ربنا في المرة دلوقتي ربنا يكرمه ربنا بعد ما تخرجوا في العالم الراجل ألف لعبة عصرت كده وعلمانة خلاص؟ فالامتحان يعني سهل خالص. حتى لو قلنا فوق كده أنا دي كده على قد المسافه اللي لازمها لك بس. لخص مش لازم يكتب كل ده ماشي؟ يبقى سؤال في المنطقه سؤال في كل خصوصيات السي حتة صغيره عناوين يعني كمان ويمكن ده بتاع السنتين كده اللي عايز تفكير شويه يعني برضه وزعله بقى مثلا ست درجات على الشوط ونص وثلاثه على السنتين ثلاثة على ايه وثلاثة على ايه كل حاجة بسيطة. في مثلا يعني كل واحد على هديه ربع درجة خلاص؟ ما تخافوش خالص. طيب النهارده هنتكلم بقى على موضوع اللي هو ايه؟ هو على الطاقة الصناعية. خلاص احنا هنصير بقى على بعد كده المفروض الرابعة الخامسة ان شاء الله. هتشتغلوا على فالتنشر بيز ماتيكلز يعني التنشر بيتكون من تنشر بيز او فيشن بيز يعني قاعده الطاقه والسنان الصناعيه اللي بعد
طيب مفيش اساس ماتيريالز مواصلات فروعات لان الميتاليك يا رب ميتاليك الميتاليك عندنا البولت طبعا مش هيعمل البولت ده عشان البرايس بتاعه بقى يعني بره فوق خالص محدش بيحب التاني يا اما ستان ستيل او بروتون اسلاك بس تعرف ما بتنفعش تنفع حاجه مش شايعه وليه ينفع تاخد من فندوريز اسمها ايه يعني دوار او كان عندك اللي هو الميتاليك اللي مرفوع على الشمال وده كومبينيشن طبعا حتى لو بتعمل ميتاليك الارتفيشال كيك ما تقدرش تمسك في الميتاليك طيب عشان عارف مش كيك كارفون فبنعمل ايه؟ ميكرو بريتنشن تلاقي في الارتفيشال دوتنشر بتمسك في الميتاليك على الرينج كده بتلاقي فيه زي حاجات تمسك في تعشى كده تعشى تعشى في عشان تعمل البوم في الاستنس في الاتليتيزم تلك كلهم بقى يسيبهم في البنشر بيزنس اللي هي ميكانيكال في حاله الميكانيك بنشر بيزنس دي الاطقم الصناعيه المعدنيه او القواعد الاطقم الصناعيه المعدنيه انما لو كله بقى من الاجرين على المشاكل الاجرين المقفشات الاجرين بيعملوا كيميكال بوم ساعات او فيها تيم بارتنر او ثالث اجريتيزم يعني مصنعه من نفس الحرق اللي هو بلاستيك يعني بلاستيك بس بيمسوك كده انما لو في شكيل بورسلين برضه بتعملها ميلو فريش بتحولها بيبقى فيها زي طريقه ميكانيكيه لتعشيق السمنت البورسلين في البلاستيك. ده كومبليكيشن من كل من الابيليتيزم الابيليتيزم ده هنشوف ده طبعا احد مشتقات الدكتور مصنع من الدكتور هو اصلا فرنسي شفاف وبعدين بيجي له بقى اي شيء اي لون عاوز تعمله هتعمله في العدسات الناصفه وبعدين العدسات الناصفه الوان بقى مختلفه هو بيعمله لون ده ممكن تلونه لون كذا او تلونه لون السنان الصناعي ده ممكن ده كومبينيشن وده كومبينيشن برضه دي تلات عوامل دي مقدمه بس كده عشان يعني متخيلين يعني ايه اللي شفتها المحاضره هنمشي على الموضوعات الانتروداكشن مقدمه وبعدين الالابوريتور ستيج اوف كونستراكشن الخطوات المعمليه ذيس از نوت اور كونسيرن ده مش مهمنا احنا ده مش هنحرك دي هتاخد في التنسيس ريموفبل هتاخد حاجه اسمها كلينيكال ستيج واللابوريتور ستيج يعني الخطوات السريريه سريريه يعني ايه؟ لو قلنا على السرير او الكورس احنا بالنسبه لنا احنا بنقول عليه ايه؟ الدنتال الشيء جماعه بتوع طب البشر التكسير هو ده يبقى ده كلينيك وفي لابوراتوري ستيج مراحل المعمل ايه؟ انا ابتدي في العياده اعمل دايجنوز اشخص الحاله بعد كده اخد امبريشن امبريشن بقى عشان اعمل تيست ستادي كيس المفروض اتعامل عليه سبيشال تريك اند سولوشن بعد كده ده مين اللي بيعمل بقى اللي بيصب الامبريشن اللي خدته انا اشتغل في الفشل في العياده انا يعني احنا في قدام الاسلام ناخد البريشر ودي المعمل يصب ويطلع لي كاست بورنج البريشر ويعمل لي موديل يرجعه لي وبعدين سبيشال تليجراف فاينل البريشر ويرجعه لي يصب ويعمل لي عليه بايب بلوكس مش خدت حاجات في البروسيس والبايب بلوكس بقى اخد ايه حاجه اسمها جوريليشن اخد العلاقه ما بين التكين الجوريليشن ده شغل سليم يعني انما كونستراكشن اوف ورك سبين باي بلوكس دي ده جزء اسمه لابوراتوري ستيج بعد كده بعد ما اخد الجنريشن او ارجع هو يعمل لي ماركينج على الكليتر وبعدين يعمل سيتنج اب اوف فيز تبقى ان انا اختار سايزو كيف ويشيلو كيف تبقى طبيعي مش بالمعنى لما يعمل لي سيتنج اب كتير يرجعه لي تاني اعمل حاجه اسمها فراي ان ستيج اعمل له بروف زي ما بنقول نفصل الاستاذ او الشاكر او الخطا ما تفصلوش على طول ما تبقوش جانب متخيله خليك كده ايه؟ نفلمه كده وشويه بس كده وبتاع واعمل بوبا واسع ليا انصقل فبعض الفرايد ستيشن لو في اي حاجه مشكله يبقى سهل لسه السنان مخصوصه في واس شامل اغير لازم اعمل خلصت ومريض بصر قدامي اوريدي ذات اضمن وانا بشتغل اخد فلوس على مراحل ما تسيبوش يضحك عليا وبعد كده يجي واجي وراه هو اللي يجي وراه انت عيادتك موجوده ومعروف هيقدر يقدر يشتكيك انما هو لو خد الفيتشر يلا ادور بقى على سمك في الميه احاول دايما
هيرجعله غصب عنه. يعني ساعات برضو ايه بيفكر بيروح لحد ده اللي يصلح له الحته اللي هو بعد كده خاصه بيها. دايما ما تخليش فلوس كتيره تعلمك بقى شروط الحياه بتاعتنا عند المريض. طيب بعد ما عملت تريل تردوا المعمل هو بيعمل حاجه اسمها فلاسك. بيبدا يعمل له عايزين نعمل آلة للطقم ده عشان البلاستيك ده لما نحط بقى المرض ده في ميه سخنه الشمع يسيح وفي مكانه فراغ قال جوه. اجيب الاكريليك ريزن اللي انا هصنع منه حلقه واعمل له ميكس اخلطه ده في المعمل بقى كل ده شغل المعمل اخلطه ولما يوصل لمرحله معينه اعمل له باكينج يعني اعفي الفراغ واعمل اقفل فلاسك. شفتوا فلاسك ولا شفتوش؟ ها؟ اكيد شفت محاوله كلها. بعمل حاجه اسمها فلاسك واعمل ترايل برضه هو مش معنى بقى بتاع المعمل بيعمل بروب على ايه؟ على مدى الفراغ بالخلطه بتاعت الحكيم عشان يشوفوا هل الجلوب بيتكمل ولا ناقص حته ولا زياده في السقف. بعد ما يعمل فاينل كلوجر يعني بعد ما يعمل رايك ايه يضمن كان بيان بيعمل حاجه اسمها الفاينل كلوجر دي الخلطه النهائيه واللي هو في الفلاسك الاثنين وبتاع في هيكل كده بيضم الفلاسكات مع بعضها. بعد ده بيعمل حاجه اسمها فيوم بيطبخه كلمه فيوم يعني طبخ. ببدا احط في حمام ميه اخد الطرق اللي هو الثيرمال بالحرارة. انما لو كان جيمي كان ما بيحتاجش حراره وفي الميكروويف وفي الانفيزبل لايت بنصور هنشوفها حاجات فاريبل اثبات اسم من طرق الفيوم بس الاساسيه احنا بنشتغل بيها كلنا اللي هي ووتر باث بحمام الميه. طيب عمل فيوري طب دول برضه طرق معينه فيوري فيوري وشرط فيوري طبق سريع وطبق ايه بطيء. هنشوف بقى الفرق بينهم ايه يعني مين احسن وليه عم بعد ما عمل الفيوري بيسيبوا حاجه اسمها البنش كول يسيبوا يبرد بعد كده يفك فلاسكات ويعمل دليفري للبنش يعني يبدا يستقبل يطلع الطبق من الاله بتاعه جبس حواليه يكسر جبس ويطلع الطبق ويعمل له فينش اند بوشن بعد كده في الانبوشن يرجعوا لمين للنعم يرجعوا للدكتور خلاص يعمل دليفري يسلمه للمريض. وفي بقى انستراكشنز لما تيجي تسلم الطاقم المريض يديله شويه تعليمات كده عشان توعدها زي ما اتفقنا من الصوره. طيب فاحنا الخطوات دي مش عارفها مش يعني مش مطلوبه مننا هنا كلكم هتعرفوها بعد بس يمكن عشان لسه ما خدناهاش انا بعد كده ايه على الفيديو بسرعه عشان تكونوا متخيلين. يبقى ده خلاص طبعا بعد الجدول ستيج هنخش بقى على موضوع بتاع خواص المواد شوفها بس نعرف اي ريفرنس اللي ده شرط استفيد يعني ايه المواصفات القياسيه اللي هو الاطراف دي طبعا مثل ده دوت احنا طبعا لازم تفصيل في كاسيت از ايش شرط استفيد ده التاكيد كام مدخل القواعد الاخرى خلاص فهنعرف بيتكون من ايه البرزنتيشن بيجيلي على ايه صور ايه بعد كده السكيب رياكشن طريقه التصرف بتاعها مأمون يوز شرحناها في البولاريزيشن رياكشن تسقط الشقه بتاع البولار ثلاثه اربع شبابيك في السنه دي مكملين عليها فطريقه تصرفها طيب فبتيجي بقى المانيبيشن يعني ازاي كلمه المانيبيشن قالوا كانوا بيوزوا كده ونحطها في العمل وهنمر عليها اربع شبابيك في بعض الحاجات مش هتبقى تعملها غلط بيؤدي الى استخدام في التكريم غلط هنشوف عشان نتجنبها او نعملها. بعد كده نشوف الكوبس بتاع التكريم استخدام التكريم ده ايه؟ هو بيشتغل بعد ما طبخناه هو المريض تصرفه ايه؟ هو ده الهدف نشوف عشان هو بيخدم ده كل ده بيتكلم على التامل التكريم تكريمز يعني التكريم اللي اكيدته بتاعه بيت في نوع كامل من الاكريل الاكريل بتاعه انتر سابستنس اكريل كوزر مش كوزر فيه لايت بيور ودي كيف بيور وكوزر برضه فيه هيت بيور يعني ثلاث حاجات كوز يا لايت يا كيميكال يا هيت بيور الاكريل برضه نفس الشيء ما هو عيله واحده يعني ده يمثل زي النسبه في الماتريكس بتاعت كوزر ما هو بدأوا بالماتريكس بتاعت كوزر تأكيد كريستال برضه في علاقه بين ده وبين الكوزر الكلام هيتفرغ لتسديد المعلومات بتاعتك. بعد كده في بقى المنتدى بيركز يعني في انواع من التكليف يعني مطوره.
طيب خش بقى على النقاش بقى في عمل قواعد تبادل ايه بقى عملنا الخشب ايام العصر بقى الرسول يعني كان مثلا قبل 19 بعد كده اتطوروا على عمل الرعايه بعد كده بدا قال بقى كل الحاجات دي الناس بتعملها تبادل لما الخشب متكونش عارفين ان الكاوتش بتاع السيارات كان نوع من القواعد وحتى الراجل جورج واشنطن اللي هو رئيس امريكا لو سماه باسمه مجدوه يعني وعظموه للعاصمه الامريكيه واشنطن كان معروف بالضبط من حاجه اسمها البرتلايت. البرتلايت ده عباره عن كاوتش بتاع شركه جودير عملوه قاعده بس هي كان لونها اسمها فيلم كاوتش يخش فيه السلفر كان فيه ريحه السلفر ده بس يعني قديمه كده ان انا مش بتعمل فيها تخيل. طيب لحد انت بقى لما كل الحالات كلها عملوا بداوا في سنه 45 تقريبا لما اكتشفوا البترول صنعوا من البترول البولمر اللي اسمه الاكريتيزم طلعوا منه الاكريتيزم من 1945 الى الان هو الماتيريال اوف تشويس فاونديشن بيست هو قواعد الاطقم المحببه ليه؟ لأنه اسم الريدت والكوست بتاعه قليلة يعني بالنسبة لي كده it fulfills most of the requirements needed for such a يعني هو بيوفي جميع المتطلبات الواجب توافرها في هذه المادة عشان تعملها قبل. ايه؟ المادة اسمها أكريتيزم والشبه بتاعه اسمه ثيرمال أكريتيزم أكريتيزم احنا قلنا الأطول يا إما ميتاليك يا رب ده النمي ده اشهرهم اشهر من النار على العالم الكبريت ريزن سواء كيميكال كيور او هيك بس كبريت كيور احسن صفات عشر احسن بعض الحاجات غير كيميكال كيور بس بيبقى كيور كيميكال كيور زي اللي عملوا نسبه شكليه ده وهو ده قواعد اكبر بس عملوا نسبه شكليه خش ايه المراحل اللي احنا قلناها الاول اللي بيمر بيها الضغط في المعمل بس كان الأبزار بسيط مش مقرر عنك أو مش بس عشان متخيل ما تقول في الحتة الفلانية بتعمل كذا عشان تتجنب كذا كذا لو متخيل كذا احنا وصلنا هنا بالكلام كان بالدورات اللي حد عملنا الرابط بتاع الفن والتكنيشن عملنا سيتنج اب وبعد عملت طريقين والمريض بصل بالعشره وتلاقي حقك او نص حقك او بتدفع حقك اجي نرجع له بقى للمعمل اقول له من فضلك حول لي الناس ده طالع الواتس الشبه ده الى الاكريل بقى اللي هو ده فهو بياخد ويعمل له فاسكن ده هتحط بص حاجه دي وبعدين يعمل دوكس ايميشن بس طبعا ده نص الفراس نص الفوق كده وصل الفوق معلش انا بتاع جبسون روك مشطات جبس ويستعملوا لما يتصاب يدخلوا الفوق يشمل الرسيم يبان له بقى الاسئله دي وفيها كوارث حط الدرع على بعض حتى مكان الشمع ده بقى فيه سبيس فرغور يعني ايه مكان الكرسي انا شايفين السبايدر او الجيلاد بورشن مش عارف ايش هيبين بعد كده يعني الميكس التجريب يعني التجريب ويجي يعمل له باتري يعبي كده ده الفرغور وتخطبط الصوت بعد كده بنرجع نبصين على بعض والفلاس ويطلع عليهم يطلع الاكسس بيعمل تراي ان او كلوجر يعني الاف او الهبال الفراغ بتاع من مكان الشمع عشان يقرر ما يعمل فرق ان يفتح لو تلاحظوا هتلاقي ايه هو حاطط على البلاستيك سيلوفان ستريبس او يعني سيلوفان جيرو كده لسه طبعا ما فيها ميه عشان ما ايه لو هو ما حطش دي يفتح البلاستيك هيمسك الآن ويبوظ الدنيا بس قبل الفاينل كلوجر ده كده مش بنموت بس لازم السباق ده يمشي قبل القتل النهائي لازم تشيل السباق عشان الطاقم ده يطبع على الريتش ويطلع لو سبته على الفرق الفيتنج سيكس بتاع الكلوجر جنيس ما يبقاش فيه تنشن خالص خلاص؟ طيب بعد عمل ايام الفاينل كلوجر هو بيحطهم في الفلاس بعد كده بيعملوا البوخ بيعملوا كيو بعد عمل كيور يسيبهم بنش كولينج وبعدين يفصل ويعمل بقى بنش اللي هو شده ايه ده ويلبس
مش عارف اقول وفعلا حد يعني كان خطب منك يعني في حاجه فات يعني. طب دي السيشن بقى كله ماشيين حطوا كوبايه ميه وخي على الكلب بتاعك دي طبعا الفوتوشوب معموله بس يعني. طيب المقدمه خلاص احنا خلصناها كده؟ انا احنا وصلنا لحد ايه؟ من الخشب او بعد ايفوري من العاب ومن الخشب ومن الكاوتش ثم وصلنا الى ايه؟ رجعنا للقرن الماضي بقى هو احد الدريكتيفز بتاع البتروليوم مشتقات البترول طلعوا منه البيتايم ميثاكريت ماده اسمها البيتايم ميثاكريت وعملوا منه فورمه اسمه بولي ميثايم ميثاكريت. طيب ايه هي الاركيا كوانتس؟ لسه بقى هنخش بقى في شوف الخواصم. حضرتك في سؤال بالتير او فاينل بس هو مش في كلمه هنا ايه؟ المحاضره كانت النهارده مش داخله في كده خلاص؟ ولا عايز في ناس تقول لا يا عم عايزين طب نخلي نص ساعه بس؟ نعرف نص ساعه؟ لا اقرا من الكلام ده وقلت له ايه؟ قلت له ربنا حليت بقى طول الاتصال اضرب فوق وينفصل لازم تحت بقى هم ايه؟ وين اند وين؟ انتوا مبسوطين وانا مبسوط برضه. صح؟ طيب اول حاجه ان هو طبعا هذه ممكن اعمل طاقه يبقى كانسل يعني حاجه اعتقد هتكون برضه كانسل يبقى نون يكسب نون كانسل لا هو سام ولا هو مفيد. بعد كده اشوف الزور بيدوب في البق يعني الشوكولاته راحت بره الساحل راحت تطلع معايا ما ينفعش اسمها هو ما راحش يبقى اشوف دول الزور مرات في الخارج ميكانيكال بروبر صفات الميكانيكيه تبقى عاليه ولا لو؟ عاليه تونزيس ايه؟ بس كان في سلسلة عضلات بتاع الماضي شوف لو واحد عبد واحد يقطع ايه؟ فلازم يبقى ايه؟ ليش عبد الله كبير؟ يبقى هاي ميكانيكال بروبرز زي الاكبر زي السكرينت والجزء الاستيك اند زون الهابس بتاعك يبقى هاي ولا لو؟ يعني ايه هابس؟ الصلابة؟ لا هي فيها صلابة برضه بس يعني فيها صلابة ضغط هي اسمها صلابة الصلابة مش الصلابة بقى يبقى كلمة هاربس يعني الصلابة اللي هي الريزيستنس اوف البكتيريا سكراتش يعني مقاومة مادة للخش عمال ناخد خش بقى دوم ومش دوم وحاجات ممكن تعمل ابريشن للايه؟ للبشر طب حصل له ابريشن هيبقى رف يبقى قادر ويبقى الستيك جروث بتاعته بيبقى ولما يبقى رف ريشن وسكوت وبكتيريا وحشة اوه ريحة وحشة جدا هو فالهاربس مهم قوي بلا كل دي اسمها سبايك طب الفكره بتظبط بص بقى اللي جاي كله معتمد على ماتيريال واحد اللي فاهم ماتيريال فاهمين السيجنتس اوف ذا فيزيكال بروبرتس زي مثلا الكوفيشن سيلر اكسبانشن انتنسيتي سيجنتس اوف ذا ثيرمال كونداكتيفيتي انتنسيتي اند سو اون انتنسيتي سيجنتس كل الكلام مكرر فاللي عنده قاعده كويسه وتعب بقى في الكلمه اللي فات هيرتاح. اللي كان بيشتم في فينا المره الله يكرمه تعبونا بس دلوقتي ايه؟ احنا بقى ايه؟ عندنا قاعده هنا نستتعب. طيب الكلمه بروس طب هل يبقى له هاي كلمه كنا بيت ولا له كلمه كنا بيت؟ لو؟ وهاي؟ ما تتلخبطوني مش عارف بقى اقول مع مين؟ لا انت حافظ مش فكروا شويه ها لازم اقول له هاي كلمه كنا بتبقى ده كاتيشا بس كتير يعني انا مش كافيا انا مش هعرف كاتيشا بس كتير حاطط طيب لا ما احنا قلنا يا اما ميتاليك يا اما ميتاليك ما انت هتطلع عيش في الاكليك ليست انما لا هو مميزات اخرى ما احنا دايما بنوازن بنشوف ايه بنوازن المميزات معلم اذا كانت المميزات اكثر اهلا وسهلا بيك فيها بعض العيوب كنا بنقول انها يعني مقبول في عيوب وفي مميزات بس يمكن شويه في المميزات تخف العيوب تعالي بدل انما لو العيوب اكثر لا ده لازم نتبعهم فالاكريل هتلاقي ليه مميزات وعيوب هتلاقي عيبه ان هو الدور فول فيل ده هايبر مقبول لا يوفي بيه متطلب من العقوبه قد يكون له هايبر مقبول في ليه؟ يعمل باي سيميليشن ويعمل ايه؟ سيميليشن ساتسفاكشن انا احب ده
وترجع تجيب البتاع المناسب ده ها وتكنوس وتكون السنة 700 نتج زكاة هو السنتين ايه؟ سنة مولاد تاني الاسم كده. فدي حاجات نفسية يعني حاجة نفسية طبعا بخصوص هذا الموضوع. طيب ايه ده اللي فوق؟ في شكل سنة ماشي برضه مهم على ان انا ماشي طب مش هتيجي ده مع مش هتيجي لازم يكون زي بعض عشان تعمل لي مشكله كبيره لما باخد اسنان بص تلاقي بس في شكل حواليه احسن له كريزي خلاص ادي كمان ايه طبعا لازم يكون هاي جلاس او شيرت امبريشن تخيلي كنت ورقه ورقه انا بعرف ده فاكر اتجاه مش اتجاه ايه اتجاه هي ترى الحرارة عندها ايه؟ النتيجة تبقى صفر بفوق مد لما عليها عنها وتبقى هارد لما اغطيها عنها لما اقللها عنها دي اتجاه هم سموها جلاس لان هم لاحظوها او اكتشفوها في الذباب لما كانوا بيصنعوا الذباب لما يسخنوا يضرب قبل ما يسيب ولما يمرروا يمشي في مرحله يبقى طري وبعدين لما يصل الى اتجاه يبقى هارد اي ماكينه هتستغرب تاخد دي الكارت بتاع كل الامور الماكينه يعني جميع الامور الماكينه اللي هي فيها الثبات فقال لك اي ماده هتمشي في هذا المسار او انها ايه جلاس ترانزيشن فالبلاستيك البوليمر بتاعنا هو امور ما هوش كريستال فلو طب دي جي بقى المفروض تبقى هاير دان اورال تمبريتشر ولا لوور دان هاير ليه عشان ايه اشرب سائح سخن من التانو هارد بزود لها حاجات لو يتبنى خلاص كان كان واحده كنت تبع تلمر طبعا النوتس خلاص قديمه هي اللي عندها هتكون راجع احنا اشهر نوتة كانت دول لسه ما عرفتش النسبه دي ده هاي ولا لو على حسب كنت اشهر منها اذا كان اول هنا اذا كان لور هنا عكس برافو عليك بعد كده كان النص بس طبعا النص يبقى التكس تقييم الاوبتيكال بروبرتيز والكلر اند ابيرنس اللي درسناها مع الدكتور احمد او احمد مش فاكر الاسم كان اول حاجه يقول لك ايه؟ اني ماتيريال تو بي يوز ان ذا اورنج ان شود ماتش سراوند هارد اند سوفت تيشو ان كلر اند ابيرنس اي ماده حطها صناعيه لازم تجاري الانسجه اللي حواليها في الدروس لو انا اصبع عارف الحته بتاعها بقول هنا زي الممثلين السرعة كلام حاطينها يبقى لازم ايه؟ حاجه من البوابه الصغيره دي تجاري الشعر الطبيعي كيلهم ماذا وين من القرف اللي عنده ده؟ يعني زي الشباب اللي طالع دلوقتي ايه؟ عاملين القرف اللي عاملين ده ها؟ بيعمل لك خط كده ال ليه ده مقصر والله العظيم ده احنا بنعمل ان احنا فاتحين يعني ساكتين الموضه بسنين ها؟ كنا بنعملها دلوقتي التمير يعني التمير لما كان التمير الكبار يطلع عند الحلاق بتاعه كان يقعد يمنيله كده يعمل له خطوط جميله فيمنيه من من البايومتري الموضه فلاحين مش دلوقتي هي الموضه بقى ما انا قلت لكم بقى لما جايبين صوره لقمان عن حاجات دي وصوره لواحد من ايه؟ بيتعامل كده فانا بتكلم زمان وبتكلم دلوقتي عارف والله العظيم اني بكي حامل ده الجماعه بتوع الكوره دول هايفين دول هم اللي بيعملوا حاجات وبالتالي ايه الشباب المخ فاضي بيقلل طيب طبعا انا بعمل العجينه والعجينه بعملها هاي في الموت ده واضح المفروض الفلو بتاع كان هاي ولا لو اثنين الشيب يعني التريلوش بروبس يبقى لازم يكون وفلو بسباستي اوردر تو ريديوس افكتيف لازم يكون النزوله بتاعتك معقوله او قليله بحيث انها تنساب وتمشي بقى تبع ايه؟ المتابعات والانخفاضات اللي هي في الكره الكافيه مع النضج عشان تعمل لي البوت اكزاكت ريبل الحاجه مش تلبس على طول يبقى لازم يكون فايبر طيب البوند مع الارتيشا كيس طبعا لازم تبقى تنكر ولا ميكانيكال احسن؟ عشان هي اقوى طيب يقول لك هل القار طب يبقى طب يبقى ليه هو فيك ولا ليه يوسف؟ ليه؟ عشان الاكس راي هي اللي حافظه برضه بتسمع بتاع الكومبس لا ده يوسف كارل كيس ما هو الصناعه الصناعيه هتسوس يا حرام
هيسوسه. الحاجه قريبه لو الطقم ده في كار اكسيدنت وهنشوف لو قدر الله وحدهم عليه وحته اتكسرت في البق ولعت او حته اتكسرت واتغرست جوه الصفش الخد او اللسان او كده اعرفها منين؟ من اكس ري. خلاص؟ يبقى لازم يكون عندي اوبيك احسن. المنتريشن بتاعها طبعا بيبقى سهل الاستعمال ما كانش سبيشال اكويبمنت ولو اتكسر يبقى باذن ريبير كل حاجه هتحتاجها كمان تاني مره اخرى في البروسيس. لكن هيبقى عارف هنا هسهل له وهسهل لك الميزات طبعا الدايمنشن السبيل دي رقم ايه؟ المفروض الطاقم المفروض ان يتمدد ولا ان يلتمش ولا يبقى دايمنشن ستيبل؟ فين الفيلم كده؟ نعم لازم يكون دايمنشن ستيبل. هشوف كده لما هو التمدد ومبوسك مش هيمسك كويس لو كان مش هيعمل انسليشن يبقى ماسك جامد ويعمل بيت فالمفروض يكون دايمنشن ستيبل اثناء تصنيعه برضه وهو بيخدم ابوك المريض ما يمصش ميه كتير طبعا المساهم اللي تنظيف كيس اللي كلين ديسانفكتد يكون ديسانفكتد ما ياثرش عليه. لو انت عندك مثلا روم كوبالت او روم يعني عاملين قاعده طقم روم كوبالت هل ينفع انضفه بكلوروكس؟ لا شطره بعمل كده اول مره اللي هيقولها دي مرتين ان شاء الله. لو انا هو روبو طيب والرياكشن بتاعه هو كونغرس رياكشن غير
الصوره بتاعت الستيج بتاعت الريسبشن بقى بترجعوا لها اكتيفيشن انيشيشن بروباجيشن تيرمينيشن ما فيهاش دي هو الصم بتاع الريفرنس وبتاع الكومبوزيت نفس الكلام خلاص طيب عشان كده انا هندرس هنجيب شويه ماده ده هو اكتر واحده فعلا لازم نعرفها بالتفصيل فنشرحها حتت البرزنتيشن هو مطابق في السوق على هيئه باودر ونيل الباودر هو اصلا اللي يفرق بتاعه اصلا مثال مسكين بيصنعوا منه الباودر برضه بتاعته اللي اسمها بولي مثال مسكين يعني بولي مثال مسكين هو جاي من ايه؟ من اتصال مسكين اكيد ليه كده ما بيعملوش كل اللي هي بولي مثال اصل بولي مثال ما يجي يعني عشان اعرف اعجنه واشكله يبقى عجينه لو جه بودره بس كله هتشكلها ازاي؟ فبيحط مثال مسكين يدور جزء من حبيبات البودره ويديك قصص ماتيريال فيها الاثنين بعد كده يعني عاملين بمره تنس شويه لايه؟ عامل الزول البولمر ماتريكس بينس مع بعضها البعض ويتسلق في الشكل اللي انا عايزه. طبعا البودره بيسميها بولمر والليكود بيسميه بولمر. البودره هي عباره عن بولمر ماتريكس ده مين اللي اهو شايفين الحبايه دي طبعا الماتريكس اللي اتكونت يعني كانت حبات كتيره زي دي وحط عليها شطونه بقول الجزء اللي تحت ده كان بس كاستاتيه وعملها تخلط فبقت ايه؟ ده بقى بيكون مسلسل كده ماسك بقى الايه؟ الامر الصوتي كل ما تجيب تسمع بعضها هو اصلا ترانسفير يعني النخال اللي هناك ايه؟ سائل شفاف ولما يصنعوا منه البونر برضه شفاف ترانسفير طيب بيشكلوا بقى بيلونوه على حسب عايز يعمله جنب يديله لون الجنب، عايز يعمله مش عارف فتيل يديله لون الفتيل، عايز يعمله لون العلب يعمله من البول مسلسل كله برضه الاي اس وتعرف تلون بالوان مختلفه على حسب بقى ايه لون البستان اللي هنلبسه من على الموسى في الفرع يعني يعمل لها اللون العام تمام. كله بول مسلسل اصلا شفاف. خلاص؟ طيب بعد كده كمان حاجه اسمها الزوزروسايت اشهر تشير اللي هيبتدي يتكسر وعشان يطلع الفصيله دي حطوه برضه في الكل يبقى اسم تشير اشهر تشير في الكل بعد كده البيجنس هتجيب الوان مختلفه على حسب اللون اللي عاوزه بعد كده بيحط عليه مواد ريلو بيج خليك يبقى ريلو بيج هم لو الطاقه اتكسر واتبلع او حاجه يبقى يعرفوا انه يصلوا في بعد كده يحط عليه بلاس سايزر، يعني ايه بلاس سايزر؟ انا براجع عامل ماتيريال وانا عشان يعني تفتح ما احنا قلنا يا اولاد الحلال ويا بنات الحلال نقرا الكتاب بتاع ماتيريال وان اقول ايه بس الترم اللي انا فيش فيه بنجيب صله من هنا صله من هنا تدفع لنا الصرف بتاع كل ماده من هنا يعني ايه بلاس سايزر؟ شايفين ده؟ ده ايه؟ طب هو ليه بقى ده مساحة قال مش عارف كام سنة معايا اهو ما شققش ليه وفلق؟ لأن البلاس هذا بيجي من المطرش ما سابوش يعني ده هنا في بلاس هذا كويس ساعات بقى ايه بعد مره البلاستيزر اللي بيسيبه ده تلاقي الجلد يشق يبهار البلاستيزر ليس المواد ايه اللي هي مطبيات الجسم بعد كده الكانيولا والحاجات اللي هي بيرتبوها بتاع الفرق ما سابوش الكلام ده البلاستيزر ده اصلا زي البي بي سي بتاع المواسير المجال البلاستيزر هتقول ده الله ده بس ده هارد وده فليكس طيب ما عشان ده فيه البلاستيزر كنا ما فيهوش البلاستيزر طب لازم يكون ما يبقاش زي الازاز طب لازم يكون في شكل خلاص؟ ادي بس اشهر بس ازاز انا خدت سنه في بلد ثلاثة بتيجي ازاي حضرتك الامتحان اخر السنه يقول لك مثلا ايه الساينتفك كام برضه حاطين ساينتفك كام زي ما زي الاهل تو بولي مسالس كريت وانترفيس اتس الاستيس او تو ميك ات سام سورت تو جيف ات سام سورت اوف ريزيلينس عشان تديك شويه مرونه يبقى اسمها ايه بقى؟ بلاس سايز أو يقول لك ماتش كورن ايه مع كورن بي يجيب لك بلاس سايزر هنا ومن الناحيه الثانيه يطلع فريم وهيدروكينون وبنزول مونوكسايد ومن الناحيه دي المسميات بتاعتها الحقيقيه بس متلخبطين خلاص؟ قال كل اسئله هي
شهور انت ما عبرتلهاش وما جتش يبقى احنا مش عبرت. يعني لو عاملين مهارات عشان يلعبوا ما بيلعبوش حاجه. الركز الاكمال بيعلق ان القطر والان بيبنى عليها. يعني احنا بنزعل على ما بيختارش مش عشان حاجه ما بيحسبهاش بالراس انما مش حاجه هي الكلام ده كله. يقول سنه هتوصل من تحليلها ما بيبقاش اسئله. اللي بيكتب عارف كل حاجه عارف يتحقق بالقطر خلاص؟ الف بس خايفه. دي يعني مش ملهاش اهميه قوي. هقعد افكر بس عشان يجمع عارف بعد كده. يعني بعد كده فن الاسنان يقول لك انت عايز الطقس بتاع الطقس بتاعك معلقه ولا مش معلقه؟ هنا تخدع العين. وانت حبيبي دي حاجه. الاخر كله موجود. بص يعرف شعرات جوانب. نشوف الناس عارفين كم واحد مات الطقس ما بيبانش شعرات جوانب المسافه دي. اقول له حبيبي لا اول نوع دي ليها سعر خاص. ان هو كمان ايه؟ بخيل. مش عاوز يعمل لك الطقم كله من الشعيرات. هي حسب الحل هي الكونسيلير شفافه او ما لهاش شعيرات. يعني لما يقول لك كده اقول له لا العب كده احنا الشعيرات دي ولا لها اي يعني بالعكس هتبعد الطقم. انها ماده مش لنفسي. قول له خليها يا عم وهديك فلوس بس ما تضحك عليا. فهو انت لازم بعد كده تبقى فاهم لو الفني حس ان انت محظوظ من حيث خلاص ان هو هيلعب بيه انت اللي بتواجهه مش هو اللي واجهه. انت إيه دارس خاص مات هو دارس قشور ده اذا كان دارس قشور خاص مات. كان في واحده جايه من امريكا بالغه متحوله كانت بتسال امريكا اتنشت وكانت قدام على شباب كان زمان حاول تعالج خواص المدرسه ما ابدا ابدا وكان عم يتعلم كتاب ولا يهم قال لها شغل حد راحت لدكتور شيخ كان ايامها وزير التعليم العام وقال له ما تسويش دي عشان تعمل امريكا واضطر غصب عنها بس خاص مدرسه. ده انت درستها انا طيب المسامح اللي انت اثناء التخزين بتاعه مش ممكن يتصاب عليك ولا مره ويتصلب ما ينفعش يشتغل لان حط عليه بقى انهبي اشهر انهبي دول ايه؟ يعني الحمد لله 140 موز فاكشن بقى اللي هو بيحب اكس عن واي. الاول لو في اكس وواي يروح على الاكس يخلص الاكس ما قدموش ايه؟ الموز خلص من فرق حصل ولا كله اشتغل. ده اللي هو عشان يديك ايه؟ الوقت بتاع ايه؟ ووركينج تايم. طبعا وعليها كمان شويه كروس ديفينيشن. يعني ايه كروس ديفينيشن؟ طب ليه انواع مش قلنا في كذا طريقه للكلاسيفيكيشن الكل؟ واحده اكوردنج لي كيميكال استراكشر يا هومبولمر يا ريبوميل يا بولمر واحده اكوردنج للسبيشال استراكشر توسيع الاستراكشر لا تقدر السلاسل دي هل هي سباكيت كده اسود ولا سباكيت مفرعه ولا سباكيت مشفكه؟ ما هو ده سباكيت مشفك صح؟ بصين. طب مين اقوى؟ بس طيب طبعا عايزين يبقى اقوى ولا ضعيف؟ يبقى لو عايز اقوى اعمل من كروس ليكنج. طب كروس ليكنج ده بولمر لازم احط كده كروس ليكنج يعني عامل كده ادي سلسله وسلسله وسلسله من كل سنه كده كل سنه بدل ما يبقوا متعشقين مع بعض ومربوطين زي الدكتوره بتاع الفيلم اسمها بنسميه انترميديا يعني تعشيق ميكانيكي بقى. لا انا هعمل بقى منهم كمان ايه؟ كنسلسله وسلسله واحط منهم عامل كمان مش صعب كنسلسله واربطهم بايه؟ باشهر كروس ليكنج ايه ده بايه؟ في 3 دايمنشن اكس واي وزد عشان يشتغل كانه ماكرو او بيسموه شارب فوليو. اشهر حاجه اسمها التكنيك جلايد باي تكنيك انتي بي جلايد باي تكنيك تكتبوه عشان مش هتكتبوا الكتاب او مكتوبه بس اختصار مكتوبه خالص طيب اختصروها بقى عشان يبقى اشهر روس تكنيك ايجنت سكول انتي بي جلايد باي تكنيك خلاص ده يجي من ام سي كيو يقول لك ذا روس تكنيك ايجنت سكول الاثنين جلاب ولا مدريد او الدج ده ولا الدج ده اللي احنا بنسمعه مع كوم او هو اسمه هايدرو او هو اسمه بيدرو يبقى هتختار مين؟ الاثنين جلاب ولا مدريد؟ تاني دور الاسئله الاثنين بلاك ستاتر طبعا ما ينفعش تصير
10 دقايق استنى بعد كل الدراسات اللي بتشتغل ازاي؟ مقابل البسري عكس كوسين ايه؟ مش كوسين ايه ده؟ ده لو يوم الثلاثه انا كوسين هو كوسين هو كوسين مربوطين بالكيس والواي والزد تعرفوا تحكوا على بعض؟ صح انما الدراسات بقى ايه؟ دي لو حتى في هاجم بول يعني لو كوسين هو كوسين لو بينهم حتى هاجم بول اللي هي كانت بتكون بعيده قوي فلمين يجعلها يقدموا قوه برضه هاجم بول البلاسايدر هو يجي مستهلك مين؟ لازم بول زي الشكل عارفين الشكل؟ او البنزين لما يكون حكم زي كده وعايز يقلل احتياجه يعني نعمل بريشن بالبنزين يعني لو بيعمل بنزين هتلاقي شكل الفرد ما يعملش حرام قوي لانه بيستهلك الحرارة اللي هي بتزيد السيستم اللي هي بين ايدي وايدي هنا فيها في البول فبيقارب انما لو فيها شويه بنزين يستهلكوا مين؟ الهاجم البول بين البلاستيكات اللي بيشتغل نفس الصيد. ماشي؟ الحمد لله خلاص. طب الايزوليشن ده هيكون في عملي وكل دلوقتي هيفرق من العمل ان شاء الله علشان التكرار يعلي من ايه؟ من الصابون. محاولة على حاجة. مش مطلوبة ولا اللي حاجة تانية الراجل اللي مفهوم معايا ده سهل جدا. خلاص هتبقى كويسه والله انا مصر هي البلد كان اسمه مراجي باشا خلاص مشهور مصر مش بتاع مصر دي ده كبير بتاع زمان ده الراجل ده من المنوفيه من المحافظه بتاعه يعني من القريه بتاعه قصر المبارك اللي هي تحت المسمى بس كان ايه يعني شوف الفرق اللي بينه وبين الراجل كان بيقول لك ايه اهل بلد المال ده اي حد من اهل بلد بيصور حاجه بيسهلها له يعني هو كان اسمه انا قاصد بيه ايام الملك فاروق فاهل الوزراء بدوره قال له يا سعاده الباشا ما تخش غير التنين بتاع البلد بس شجرها كمان ازاي؟ اقسم له لازم شجر في النيل ماشي؟ تحدد له خط انا هشغل ايه بتاع البلد كمان طب هشغله فين انا؟ من زمان في ساعه بريد اللي يوزع البوست قال لك يوصلك لكل ساعه بريد عباره مؤجرا من اللي عنده عمار يعني فده ساعه بريد ايه؟ ياخد حوالي يلف بيه فواحد ساعه البريد ده في يوم حر وشد ومقرف كان بيجيب البريد من المركز هيوديه القريه قال لك طب انا كمان مروح بالحمار كده في الحرب وراح كان جه ناقص انا هو اللي كان ناقص راح يخش من المحطه العسكري منعه قال له ممنوع يكون حاجه قال له ده حمار الحكومه هذه هي بالنسبه للحمار دي قصه ثانيه بس ايه مره ثانيه بقى انا يعني عصبتها احسن حلو برضه مسلمني خلاص نعم عشان تسيب لك واحد غيرك. تفتح عشان يركز بعدها. طيب. قلنا في الانجليزي بنعمل ايه؟ اول حاجه بختار المادة. اه انا عايز اعمل كيك عايز اعمل 10 بروح اجيب المكونات فبختار. قلنا الاستيشن مربوط على ايه؟ مطلق سهل. بعد كده هعالج. هطبخ الحاله هعمل مش عارف مش بقعد اعالج اقول لك كوب ميه على كوب اي على نص كوب مش عارف بتبطر على لتر اي حاجه لتر ملح مش هتخليها صيص ومحدش هياكلها مش كده؟ مش ده اسمها معاك؟ عامل بروبوشن يبقى الاخرين هنعمله عمليه بروبوشن اشهر بروبوشن ده بيبقى بالحاجه بس بتاخد 3 الى 1 3 باودر الى 1 ايه؟ مونو الرقم ده ما بلاش 3 ده هو 3 كفايه يبقى هتبقى الاخيره بكره على حجم ايه؟ من السائل. طيب يبقى هنا السائل يكون قد ايه من الخلطه؟ 3 كيلو. قول لي 3 كيلو. مجموع الاجزاء الاول والاحسب لي ده على حد الجزء وده على حد الجزء اسمه على العدد الكل. ربع ربع او ثلث ربع. انا قلت 50 يبقى المجموع ده كام؟ يبقى انا ليكوا قد ايه؟ واحد على واحد وايه؟ 50 مش واحد على 50 مش كده؟
يبقى عندي 3 ربع ربع ساعه 3 ربع ربع مونو يبقى كان المونو يمثل ربع الخطوه صح؟ دي بنعرفها ليه؟ تيجي دلوقتي ان المونو ده بيتصرف وهو بيتصرف المونو ما بيتغيرش بيكمل زي ما هو حاجه متساويه لو اني هتغير المونو بتتحول المونو يحصل له ايه؟ مش ليه؟ مش الله هو الخطوه ايوه كده نشوف طيب الفري مونر يعني مونر لوحده بيركبش في مقدار 21% يعني عندها كوبايه من السائل وسيبها تتسلق بتكمش في مقدار 5 تقريبا طيب يبقى الطعم بتاعي هيتوقع ان الكمش قد ايه؟ قد ايه؟ 20% اكتر ولا ربع 20%؟ ربع 20% لانه تاون الربع يبقى انا متوقع ان الطعم بتاعي يطلع تقريبا من 5 ل 7% شوف بقى الحاجات اللي بنروش اللي هي هدف السنه والمخاطر دي قال واحد طبعا برضه لما استعمل بقى الكوريكت ريشن هنشوف دلوقتي لما يزيد واحد منهم بيؤدي الى مشاكل هنشوفها لما زود البورمر هيعمل لي مشاكل زود البورمر يعمل لي مشاكل فعشان كده بتجاهل يعني لازم اتبع ما يفهمش الاستراتيجي بس ده لازم احفظ الريشن طيب لما اخرج بقى بيمر المراحل في مراحل كيميائية دعمت في المرض اللي هما ايه؟ ايوه كلمة يا ولد شرف هتبص دماغك والله ما شاء الله بس اتصدمت شوية لما كان تسرع الحاجة كله يطلع حافظ لا هو فاهم كويس يبقى ايه الانيشيشن او اكتيفيشن الانيشيشن دي اسمها الكيميكال ستيج في كورونازيشن بيقابلها بقى في حاجات ثانيه بيسميها الكلين او اللابرات ستيج اوتوماتيزيشن المراحل المعمليه للتصرف فاكرين لما كنت بتعمله الاستشهاد ليه؟ عشان ما خلطته قال لك ما قال لك شكل على طول تعمل الاستري ولا استنى شويه لحد انت شويه دول لحد ما اصل الدور ستيج اسمها دور ولا ضغط؟ دور ماشي تحت في الطاقه ضغط خلاص يبقى لما اصل للدور ستيج كنت تعرفها ازاي انها ساينز انها علامات طب ليه بقى؟ انت ما خدتوش التخصيص ليه؟ هتبص من هنا ليه؟ شغلتنا هتقول ليه؟ طيب قبل الدور ستيج هو بيمر مرحله اسمها ساند ستيج مرحله الرمليه الرمليه زي ما قلت ساند شويه رمل على شاطئ البحر جافين لما تيجي الربع عليهم ما بينهم ميه لما تيجي تمسكهم كده بين ايديك بيتغير الجرف عن البابلوز ولا بيكون فراير زي بعض فراير ما هو ما فيش طاقه سبيل البعض اهو بالظبط هو في المرحله دي بيبقى البولمر لسه لوحده والبولمر لوحده وبيبقى فراير قبل كده هقول كمان خاصيه مهمه قوي للبولمر اللي هو فولاتايل لو عارفه ما دي سهل التفاعل بنشوف بتسكمونا ايام السبيشال تريد بتعملوها بتستخدموا انا بطل بصراحه من الدور الثاني اعرف في النعمه بتاعتك بتاعك اصلا عشان الريحه تقلب ممكن طيب طالما هو فولاتايل يبقى اقدر اعمل شيلنج للميكس وهو لسه في الويت ساند ستيج او في ساند ستيج ليه هيطير مني ولو طار هيؤدي الى مشكله هنشوف طيب استنى استنيت شويه بدا في المرمر يهاجم صدر كبير من ده ومنها شويه وبقى انترميديت بينهم شويه سهل بس كاستاسيس عامل ايه؟ زاد شويه بس مش لسه ما يعني لسه برضه ممكن يحتاج فولاتايل يبقى برضه لو انا عملت داخل او شيلنج الميكس بتاعك وهو في الاسترنج ستيج هيبقى برضه فولاتايل ويؤدي الى مشكله هنشوفها دلوقتي جفاف يعني بيطلع الطعم بتاعي جرانيولر يعني حبه كده والبرجر دي مش ممسوكه ببعضها زي المطرمه كده طيب ان انا بقى لما يصل الى الدور ستيج يبقى خلاص موست اوف ذا بولمر زود البولمر والبسكاس بتاعك زادت خالص فاقدر اعمل باكن وهو في هذه المرحله من غير الخوف ان هو يحصل له ايه؟ ايفابورايزيشن الا بنسبه معينه يعني بسيطه خلاص كانت الدور ستيج طيب لو صبرت عليه شويه ما عملتش بقى شيرنج هيجي لا يروح الاول للرابر ستيج الرابر ستيج زي الجوما زي الاستيك الاستيك لما تيجي وتبنيها تتنع ولا تتنعش؟ يعني حصلها شد تسيبها لانها مالت بتتربى ترجع تاني
فما اقدرش اعمل مشاكل للوسط خلاص الوسط فوق التلميذ واعمل ميكس من تاني. ولو شلت اكتر شويه خلاص هعمل بلمره اقصر البطن. طيب يبقى دايما الماده تبقى بروتين
او البلاستيسايزر يبقى التخلي يبقى اسهل. يعني المونومر هيهاجم في البولمر اسهل لو كان بولمر بلاستيسايز ولا لو كان بامب او لو كان بروستيكت. لو كان بلاستيسايز البلاستيسايزر بتعمل ايه في التقويم الفايبر؟ خير دليل سؤال في الامتحان يقول لك رايت شورت نوت اباوت كابس افكتنج ذا دولار اون ذا كل واحده سطر واحد بس مش عايز منك السطر. هتقول لي ديت لما نجي تديني سهم فوق يؤدي الى سهم نايم على جنب يؤدي الى ايه؟ يا اما الدوبر من بانك سليب يبقى سهم طالع لفوق يا اما تقل يبقى سهم ايه؟ فيها كلام كتير وانا فاهم الحرارة
مش هتطلع. يبقى عندك الطاقة هو حرارته 100 وجبت له كمان بيقول لك عشان الطاقة تقريبا بتديك حوالي مش عارف 26 درجة أو 25 درجة تقريبا. ده غير في الكلوريد يعني. يبقى 25 زائد 72 وكام؟ 97. يبقى أنا واخد بالي ما وصلتهاش لإيه؟ يبقى المونومر لما تحول المونومر يطلع لي حوالي 25 درجة. عشان كده أنا ظبطت المستشفى عند 72 ل 25. حتى لو فين الطقم جوه حرارته 72 زي حمام ميه زي ال 25 40 منه ما لكش استقرار بره هيبقى واصل ل 97 ما يحصلش ايه؟ مونومر بوينت. خلاص؟ طيب في فاست كيورنج، فاست كيورنج يقول لك تسخن عند 72 لمده ساعتين كمان. وبعدين ارفع عند 100 لمده ساعتين كمان. طب ما انت قلت لنا احنا مش عايزين نوصل لايه؟ ل 108 من 10. طب لما انا سخنت ساعتين عند 72 يقول لك ان معظم الزمامه بتتشنج انتو برد، معظم الزمامه خلاص تحول الى برد وبقى طاق تشكل وبقى صلب. هيبقى الشقه شويه نوع صغيرين بيبقوا انتراك ويمن جرين سوليد ماتيريال بيبقوا محبوسين داخل الجزء الصلب للطاقه. طيب لو الحراره زايد عن 100 يحصل لهم بوينج، يحصل لهم بوينج واحد. لما يحصل لهم بوينج هيبقوا غازات. الغازات لما هي محبوسه في حاجه صلبه ملهاش تاثير. لما الضغط بيزيد البولينج بوينت ايه؟ بتزيد برضه لو يحصل مفيش مشكله يعني. يبقى في الشورت كيورنج مسخن ساعتين على 72 يبقى معظم الامور بقى بولينج وبعدين ارفع ل 100 واسيبه كمان ساعتين مفيش مشكله. ليه؟ لان انا ضمنت ان الطاقم تشكل وتصلب في شويه مونومر لسه محبوسين داخل الجدران الصلبه لو الحراره زادت هيتبخر الضغط يزيد فالبوينت بوينت ما تكتب بتاعته ازيد من الايه؟ من ال 108 من 10 فمفيش سايكل. خلاص؟ طيب هنفضل مين بقى؟ بنعمل كومبرومايز يعني بنعمل نشوف البنت واحد جاي لي وذكور نقطه ولا هنقول يعني راجل خليجي بقى حياك الله وهيدفع لك زريان ولا دكتور وعايز الطقم بتاعي في خلال مثلا يومين ثلاثه تضحك الدكتوره ربنا بالسعوديه شكلها كده الدكتور قد غموي ها مش كده؟ مبسوطه والقطه تقول على لسه حاجات دي. طيب المهم انا اعرف بقى مين في السعوديه اللي في الخليج يعني. طب الزبون ده هنعمله لوب ولا شرط بيوت؟ شرط طبعا طبعا مش عارف فلوس. انما لو واحد بقى قاعد معايا وانا مش مستعجل اعمل له لوك يوز والله اللي احسن يا ولد بقى انا كنت بوزنها يعني عشان الزوم ما يخش مني هعمل ايه؟ طب ليه بقى؟ ليه بفضل اللوك يورينج عشان طيب في اللوك يورينج انا بوصل حراره كام؟ 72 بس زائد الزرار اللي هيطلع 25 25 72 بقى. طيب انما في الشورت يورينج في الشورت يورينج انا بسخن ساعتين على 72 وبسخن عن 100 ساعتين تانيين. عندي 100 ساعتين زائد 72 بقى كام؟ زائد 25 يبقى 125. يبقى هبرد من 100 ما بطلت يطلع ببرد من ايه؟ من الكيورنج تمبرشر من الروم تمبرشر. فمن اللوم يورنج هبرد من 125 من الروم تمبرشر. ان انا في الشوب يورنج هبرد من كام؟ 27. فدي مين اللي هيحصل له تيرن كونتراكشن اكتر؟ الشوب يورنج. برافو عليك. طب يبقى مين اللي هيحصل له وابج؟ كلمه وابج يعني ديفورميشن. يبقى افويدنس اوف يوزنج شورت كيورنج يبقى جيب ريزون. شورت كيورنج از بريفيربل ذان دي لونج كيورنج. يبقى الريزون ايه بقى؟ شورت كيورنج از اتعمل باي وابج او ديستورشن. صح أو واحد يا عز خلاص عرفتوا؟ إذا عرفنا السبب بطل العجل خلاص؟ طبعا بعد ما عملت الكيورنج ده بعد ما عملت الكيورنج ما تاخدش وقت وتقعدوا كده فنيين بيعملوا حاجات غلط مستيكس فظيعة ياخدوا يحطوا تحت الحنفية يبقى على الإطار ما يعملوش حاجة كولي زي شبه منه سيبه سلوكه
بعد كده تعمل ديفلاسكين وفينشن مش حاجه دي كلها بسيز ملهاش دعوه. ادي القصه بتاعه الضغط في الخطوات المعمليه. يعني بعد ما خلصت طيب ايه؟ نرجعها ونعمل بلاستنج ودي بلاست او بتاع الوكسينيشن. يعني كان السن دول على بعض يعني بياخدوا فكره بلاست والاثنين دول على بعض. بعد كده دخلوا في ووتر باك عشان يعمل اوكسينيشن ويشيل الشم شال الشم. بعد كده يعمل داخل يعني يعمل لبس تكريم ويعمل له باكن. طيب يعمل له باكن وطبعا يجيب باكن للباسك للبوستيج وبعدين يعمل له تورينج. يعني انا شفناها وريته دي كلها بس دي بس عشان تبقى متخيل. انما اللي يعمل لك خلاص ما بقى ايه اللي بيحصل اللي هو تورينج الحراره توصل كده ومحاول ما خلاش توصل 108.8 100.8 مش 100 درجه 8 هي 100.8 مش 100.8 100 درجه و 8.10 فالبوينت ما بقاش حاجه. سايكل تاني في الكيميكال ستيج اوف بولاريزيشن وقال لي لابورات ستيج اوف بولاريزيشن احنا قلناها وشرحناها شرحناها قبل كده برضه موجوده اهي. فممكن يقول لك one of the chemical stages of pulmonary reaction is the rubber stage. True or false? False. بيقول لك one of the chemical stages of pulmonary reaction is termination. كده true. ماشي؟ هذه الكتب بالنسبه للتيك. طبعا الشغل اللي انا خلصت مع اللي بعديه. عملت بمره الفورمه زي الفورمه هو تبدا تكتب اللي جاي كده شوف لو كان ثرما جديده داخل كده السيت لو كان كيميكال او طب كيوت يبقى اخد ترينا ايز كيميكال اكتيفيتور انا استكشفش الامين او ضيف اكبر من دي ولا دي واحد يعني من هنا لا بدي كيميكال كيوت ما محتاجش حراره ده ترينا ايز كيميكال سبسنس استكشفش الامين او ضيف اكبر من دي. الصورة دي حلوة أوي أنا شفتها. لاحظين إن الشجرة بتاعها منين؟ الصخور يعني الرخاء. أقول له طبعا هيقف على تحت أقول له هياخد باله من اللي تحت هياخد باله من المعجزة اللي فوق دي. المعجزة اللي مالهاش أي لازمة. هي دي الحياة كلها. سبحان الله ربنا خلق الغذاء والمية ربنا يرزق كل واحد يبص إيه؟ يرزق كل واحد بس. الشباب مبسوط. طيب نخش بقى على الروبوتس او اتريتس. اول حاجه نزيد المنطق. كيف نزيد المنطق؟ يعني بعد ما احنا عملنا برمجه تبقى في الدكتوره كانت فكرت قلنا ان البرمجيشن اكشن بيصعب فيه ثلاثه فينومينا شرينكج واكسسيف كونتراكشن وان عمليه البرمجه ما هياش كومبليت. مش كل النمر بيتحول الى ايه؟ قال الثلاثه دي هم اللي بيصعب عليك بالمره. يعني بقى ايه؟ زيدوا النمر. على شوف بس بقى زيدوا النمر ده. ايه الحكايه؟ بقول لك النمر زيدوا النمر يزيد. امتى يزيد؟ لو ما اعرفش ايه؟ افيشنت بولاريزيشن ريكشن. يعني خليته على درجه حراره اقل من المطلوب او خليته لمده اقل من المطلوب. قال الحاجتين اللي ممكن يؤدوا الى زياده ايه؟ زيدوا النمر. طيب والمشكلة لا ده بيعمل لنا مشاكل. النزيل المنور ده ما كانوش محبوب هو الطاقة. احسن من ريليس بعد كده. السلايفا والوتر بتبيعها جاية تخش جوه الطاقة وتطلع بره. عشان تلاقي ده البلاستيك دي نص مية. ليه؟ يأس. انا بص الولد ده هبص دماغي كمان دماغي بس هو الطاقة يعني ما تقولش الطاقة. صراحة في الولد دول شيلهم على راسه والله. بونص يا دكتور. ها؟ بونص. لا هم مش محتاجين بونص. ايه رأيي بقى؟ آخر السنة الشيطان هو اللي احنا عارفينه، حافظينه. ها؟ إجاباتهم هيبقى عليهم درجات عندنا كتير علينا يعني، دين عليهم.
بس اخر السنه بتاع الفاينل ديت ما بعرفش ولا ما بقدرش يعني دول في اعمال السنه فول مارك على ان شاء الله. طب ايه بقى موضوع السيستم مرور ده؟ التاثيرات. طيب لما يطلع الدكتور مرور حساب ريليز بيعمل ريليشن سوفتيشن يعني بنروح على سوفتيشن لا ريليشن يبقى تاثيرات السيستم مرور لو زاد يبقى قلل نمره واحد نمره اثنين تغيير الاستاذر او السيستم مرور يشتغل بالاستاذر فقط خلاص؟ ادي ادي التاثيرات البدء فيكس بتاعتك يا قلل يا ادينا الاستاذر فقط ليش انا زعلان حزين على اللي بيحضروش دول قاعد على المصطبه انت خليك لا قاعد على المصطبه دي مش كده عارف عليه مصطبه والله شلحه زيها Thank you.
أو
أفريق كفايه. انا بعمل كفايه خروجه ما خدش بالي من حته ناقصه. فالحته الناقصه دي هي اساس الاول مش موجود. عندي برضه ايه؟ كومبريشن او اندر باك ما عملش التاسك كفايه. وانا بعمل باك كلها تكون موجبني للدور ستيج. خلاص؟ طيب دايما الشرينج بروستنج او الكومبريشن بروستنج بتحصل على السيرفس على الصفر. خلاص؟ ماشي؟ هنطلع على السيرفس دي لما تكون الطاقه تلاقي الاريا كده بليز الاريا بتلمع خالص. لما تقول ان احنا بنعمل الطاقه في ايه؟ البشر بيست لا نور القلب القلب اللي يبقى نور بدرار. فلو ان ما عملتش الفيشن كفايه عملت انسفيشن دور عارفين يعني ما حطش عليه كفايه حطيت مونر زياده كل احسن شريك الشريك الثاني بيبقى دور الايه؟ الفيشن كفايه دي اللي بتاعت ده بتاعت ده بتاعت ناحيه الكاس فيرسم من مين؟ من السايد بتاع الايه؟ الجدار فده مثلا السايد بتاع الجدار مش هيعلم عليها الجدار هتلاقي كل الطاقه في شويه فاكنس لان مشتقات الجبس فيها سلايد روست هتلاقي سطح الطاقه طالع ايه؟ رف انما المنطقه اللي هي ما لمستوش هتبقى ايه؟ بتلمع عارفين لما الواحد بيتجرح جنب والخيط بتلاقي الحته المسكينه بتلمع خالص هو بالظبط يطلع السيرفس بتاع الفينشر حته فيها هاي ليفل بتاع بريليت ايه؟ كومبريشن ادي اسباب تبقى دي عارفين على السطح ثالث نوع اللي هو الجرانيال بروست الجرانيال بروست دي بتحصل لو ان مفيش مؤمر كفايه فبالتالي لو بيتم الفضل مفيش حاجه بريليت فبالتالي يطلع السطح لو ده ابيرنس هي المطر يبقى دي برضه فين؟ على السطح يبقى عندنا اثنين سطح وواحد ايه؟ سنتر طيب بس طب ايه الفرق بين السطح بتاع الفريشن بوست والسطح بتاع الجرانيال؟ سطح الجرانيال بيبان في السين سيكشنز يبقى الجرانيال بوستنج بيبان اون ذا سيرفيس اوف ثين سيكشنز طيب قلنا الفكره بقى ليه السين سيكشنز ما تبانش؟ هو المفروض بتحصل لما تعمل باقي للاكريل الان ستيج اوف سندي او ستريج يعني تعمل باقي الاكريل قبل ما يصل الى الدوستي ليه؟ يبقى لسه المرمى كري بيحصل له فوبلايزيشن يبقى الجلاد الوسطي اساسا المرمى مش كفايه المرمى لو انت من الاساس ما عملتش بروبورشن صح حطيت الفورمر مرمى ريشو هاي او المرمى مرمى ريشو ايه؟ لو هي هي او عملت باقي الاكريل هو لسه في الاسترنجي او الستاند ستيج لسه المرمر حر لو انت بتعمل بقى ابلاي كلوجر المرمر هي ايه؟ هيتبخر ولا هيتم كده؟ بتعمل تلت عشان تشوف الطقم اللاستيك مال الطقم كله ولا لا؟ هيحصل له ايه؟ لو انت عملت له باقي في المراحل المتقدمه قبل ما اصل هيتبخر كتير طب ما تقول انت ما هيتبخر من سطح الطقم كله مش معنى بقى اللي كان تاثيره على الثري سيكشنز قلوب افتوني يا اهل الفتوى لا يعني الطاق كله اتبخر منه طالما انا عملت باقي وهو في الاند ستيج قبل ما اصل الدور المهم لسه حر هيتبخر من كل الصدر طيب دلوقتي هنحبسلها الدكتوره دي ما شاء الله دور 10000 بتفش ابويا الله يرحمه مش 200 غير يمكن مش 1000 مش نعرف انا فاهم 100 جنيه هي خصمت من ال 1000 ال 10000 دول 1000 وانا خسرت من ال 100 جنيه دول 50 جنيه يعني اللي خسر اكتر؟ تمام شوف لان انا سيل سيكشن ضعيف هي حاجه زي كده كل الطاقه هيحصل منه روبرزيشن هيبان اكتر على مين؟ طب ممكن ايه ده؟ صح؟ فهمتوها ولا لا؟ دكتور عشان كمية المرمر أقل يعني؟ ما هو كمية المرمر أقل بتحصل إيه؟ لو أنت في البروبورشن ما حطيتش المرمر كفاية أو عملت بالك إن الأجري اتكسر وهو لسه في الويت بتاع في السنت ستيج أو السريج ستيج إشمعنى بيحصل؟ لأن بيبقى المرمر فري بيحصل له بروبورشن طب ليه بقى بيحصل في السي سيكشنز بيبان؟ عشان يعني هو خصم 50% من العمل وهو اصلا
بيقسموا 50 على 60 60 ما يبانش. هي الدولارية هذه خلاص ضربناها احنا ولا لا؟ الستايل دي ملخصة حلوة قوي. بقى هتلاقي دش عندك سنتين ثلاثة. أحسن حاجة للمذاكرة اعمل جداول واعمل أشكال زي دي. طيب هل أني أبويس؟ بص هل دي حاجة محسوبة؟ ولا احنا عايزين نتجنبها؟ يبقى نتجنبها ازاي؟ كده كأنه أسهل. لا أي مرة تلقيني هتشوف بعد كده في الميرس الطبي بتاعهم يقول البطنة يقول لك ريموفر أوف ذا كوز. شيل السبب بطل الإيه؟ العقل. يبقى نشيل الأسباب. تبص البروسس. هتقول لي لا مش عارف ايه وكده ماشي. طيب نخش بقى على كريز. يعني ايه كريز؟ التشاحن او التشديد. انت ماشي في الفترات يقول لك ايه العروسه تطلب من عريس طقم اليمين يقول لك ان مش عارف ايه يا بلاش يا ولا وكلام شغال بتاع الكيان على الاهل. لكن مش هكلم على بلاش يا ولا كيان. العروسه هتشتغل على العريس تقول له هات طقم ميلانين. يا سلام كان ميلانين ده خد صرت اول. بعد فتره ميلانين ده ايه؟ جدا ايه؟ انما البوكسرين حاجات دي لا في شقه ولا بيتفرجوا حاجه ولا ستاند ستيم خلاص؟ طيب ليه هو في شقه؟ عايزين نعرف ايه قصه بقى فريزي؟ هو بيقول لك مينون كلاس شروط بسيطه. Resulting from repeated application of stresses leading to separation of the polymer sheet. وعبارة عن شوية stresses بتطبق على البلاستيك بتخلي السلاسل بتاعته بتصلها سلايد كده بتبدأ تفصل تديني مينوت كراك. باي تايم الكراك ايه؟ يزداد لحد ما يتكسر الطبق. طيب اسباب الكريزيتيه بريدسبوزنج فاكتورز بقول لك صرف الاكشن. يعني كل ما تكون انت الصينيه اللي العريس جابها لي ده من الميلانين تقدم عليها حبوب كتيره الحمد لله احنا بنقول حاجات من دي الحمد لله. الخمور اسس او بحط عليها حاجات من زيوت عضويه. يعني وانت بتشتغل هنا بتشيل البروتين بالاسيتون ده مكانك سولفر. فجايب الصينيه عشان تحط عليها الادوات بتاعتك الفرشه تعملها بيبنج بيه تفاصيل هتقسمه وتشيله. دي هتطلع على ايه؟ على الميلانين. ده يساعد على التشيل. خلاص؟ الطقم بتاعنا ممكن نكسر فيه حاجه. طب ندي انستراكشن ثاني للمريض خاصه على الموزه لو بعد ما ترجع من القرع وتحط البروتين وتشيل ما تخليش ينفذ الطقم بتاعك بتاعك. ادي واحد. نمره اثنين يبقى الاوجاري سوبر بتساعد على ايه؟ نمره اثنين ميكانيكال ستريس. اجهادات ميكانيكال. زي ايه؟ الريبيتد دراين اند ويتنج اوبزرفيشن. الطقم عمال يشرب ميه تمام. سيبه في الهواء يفقد الميه يكمل. عمليه الاكسبانشن والكونتراكشن ديت تؤدي الى تساعد على السيبريشن. طيب بعد كده برضه ايه؟ لو انا عامل قاعده طقم حاطط فيها غامس فيها اسنان صناعيه او غامس فيها مشاهد خلاص. مش دول مادتين مختلفتين؟ يبقى ايه رايهم؟ مفيش هيحصل لي اكسجين تحت. إذا كان بعيد عن بعض يؤدي للكريزي. هنشرحها بقى. يعني دايما اللي حصلك فيه البوكسنج دي الأسنان الصناعية البوكسنج بيبقى فيه جريد ديفرنس ما بين البوكسنج والبيشر بيسبك دي. بمعنى إيه؟ لما المريض يشرب ساب الاثنين بيتكلموا البلاستيك لما بيشرب بيسبك دي أمورفس الكونفيشن بيسبك شرب كبير. إنما البوكسنج مادة الرابطة فيها ألمية بلورية يعني الكونفيشن بيسبك قليل. فانتوا هتتخيلوا مش هتتخيلوه. ادي الكوره دي هي ادي دي البلاستيك اللي بتنشر بيزنك ايه؟ ورقبتي ودماغي اللي هي الكوره اللي بتيجي. هتروح تلجوا تحطوه عليا. مين هيتكلمش اكتر؟ الكوره مش كده؟ طب اللي ما بيتكلمش اكتر؟ تعرض لايه؟ للسالسس تلاقي تشابك بعد الوقت. هو ده اللي بيحصل. طب بالظبط كده زي ما بعد. فدايما تجيب لك طقمين اثنين. يقول لك شفت الطقم ده السنان الصناعيه اللي عرفها ازاي؟ ما اعرفش محدش علمني. يقول لك ما خدتش اللي فيه لو الاسنان بورسلين يبقى ده الطقم اللي حواليها بشبك يبقى ده بورسلين ومن فضل. ما تاخدوا بقى حاجات اخرى بقى فرق بين البورسلين الاسود والاسود. يبقى ده كان السبب بتاعك. طب هات طقم مين مينيمايز كريزي؟ ها؟ اتجنب ايه؟
الكورة بتاع النشر الهوائية أقول لك فوت. طيب مين اللي كان في الكورس تتعير؟ كورس سيكل ولا كورس سيكل؟ يبقى استعمل ايه بقى؟ يقلل بحالة الكريزي. يبقى لو يمين ولو نحكشت عليه شوف كورس سيكل ولا لما تجيب لي طاقة من اليمين لازم تقول كورس سيكل. ولقيت عرفت الكلام ده لو مهندس بقى ولا اشتغل في الكورس ولو هتاخد خاص مواد. مش مكتوب خالص سنة لا مش مكتوب بعد كده. يعني لا بحث ده العصفور اللي احسن مطالبين بيه برضه خلاص الموازي اللي لازم ده صفه مهمه ليه؟ ما يعني لابس كارت المدينه الوالي الكاميرا والكارت اللي بتتكلم على الفاضي انما مطالبين بيه وخلي مش حاضرين هناك غير عسل. طيب الدايمنشن شيت بتحصل بطل السلاح دي ملخصها كلها الطاقة وهو من أثناء البروسيسنج بتاعنا صوروها واحنا بنصنع الطاقة بيحصل فيه كونداكشنز ولازم نعوضها باكسبانشنز. ده في واحدة زميلة جت معاها من بيت راسها تورتيسين الكونداكشن مش قلنا عملية دمارة بس عايزة ايه؟ أي واحد نمرة اثنين مش احنا بنعمل كيورين عند البرتش العالية بعد كده نسيبه يحصل ايه بقى؟ لازم يجتمع يحصل ايه برضه؟ مش هيحصل بقى اكسبانش زائد لو مش ليكي الدور مش ليكي الشيء اللي بتحصل نعوضه ازاي؟ عايز يبقى النيت ريزلت في بالانس. أول حاجة بعمل أنا بسخن الجراس هو بيتبدل شوية المهم بيزيد يبقى التعويض نمرة اثنين بعد كده بنحط الطاقة داخل الفني المريض بيمتص مية هو ده اللي محتاجها الأساسي يديك ده الفني يشتغل على طاقة واسع على فكرة وكده اصبر شوية عايز تشرح له هيمص مية مريئة وهيتبدل طبعا الفيشر بيز ماتيريال يعني ما بيتمددش للبولي سيرفيس اونلي البولي سيرفيس ما عندوش سيرفيس كمان فبيزيد جبس خلاص. وطبعا هم هو بيحصل له عمليه المره كمان هو طرد الحراره فالحراره دي برضه بتزود الايه الوورد ستيت خليها تستنش قال ان الريزلت يبقى ايه؟ زيرو بس الوورد ابسوربشن كده جديد ليه؟ سبب دعوه ايه بقى؟ البولاريتي عشان هاجم بوند نوع البوند في البوليمر توجيهك بصحيحها والميه فيها هاجم بوند هاجم معامل الناس ببعض ينسحب مع بعض ويقوم يمص الميه خلاص دي ليها تاثيرات بقى انها بلاستيسايزر وبتعوض الشريكت بس هو عيبها بقى ان هي في مواد زيرو زي البيجمنتس زي البلاستيسايزر زي الزيرو مونومر بتخليها لما يهد من الدرجه كلها تاثيرات ضربه فيها طاقه معموله اللون يفتح شويه نتيجه الايه البيجمنتس دايما بنوصي المريض نقول له قال فيك ذا دنشر اس او السايد نورمال تشوف بيه كده ان هو نقول لك جيب ريزون لان هي عشان نعمل ايه؟ تقول لي ده كورنيتي اكسبانشن وكونتراكشن انت فهمت؟ التمدد ما ركبناش فده يؤدي الى كريزي خلاص؟ كده شرحناها بقى ده قلنا مهمه وده يعني سوبر بس السولفيتي ما هو ده حاجه داخل الجوز وبتطلع لبره وفي حاجات جوه صلب زي زيت الهرم لسه سايل وبيجمنتس هو بيقول لك اساسا ان الطاقه ما بيدوبش في البيت ولا في الميه انما ممكن نلاقي زي البيجمنتس زي زيت الهرم زي البلاستيزر لو كان اكسترنال كان البلاستيزر في نوعين اثنين بس مش عايزين يعني نزعله يعني في نوع بيبقى داخل التركيب الكيماوي يعني المادة بتاع الهرم فده بيمر الوقت ان شاء الله يقعد يعني الاله بتاعها يعني لما بنت كانت بتتجوز لواحد بيطول الدنيا من حوالي 10 سنين تقريبا شايفين طبعا لو هي كانت حاجه اللي هي نص لتر دي اللي في الماي بيشتريهم قلنا ب 1000 مش عارف الكرتيهات وهي ب 2 جنيه كان زمانها اللي هي سنه واحده ايه البلاستيك بتاعها بتفقد ده تسميه اكسترنال بلاستيك انما اللي هو ده
الجزيئات العضويه فراكشر هو القطاع ممكن يتكسر في حاجتين، يا اما اخذ عندك يعني هو المريض بيكح نقل منه هنا على المرض فراكشر ميت انت، او العجوزه بتتقسم مع العجوز وايديهم بتمدد على بعض راح حضرتك كده بيظهر جمع الطعم بيسمى انت بيتكسر، او دون الفتيك يقول لك انا باكل عود جلدين يا دكتور الطعم بيتكسر وعود جلدين يكسر، لا ده هي اللي انت كان في كريزنج وريبيتد ابلكيشنز وعمال شقق في شقق جاب من العصفور عشان حد ما وصل الى القشره اللي بتتقسم الظهر بعيد عن عود الجلدين ده بنسميه فراكشر جيل تو فتيك خلاص، يبقى يتكسر يا اما انت بيقع برضه بيوصل المريض يقول له فضلك انت بتغسل الطعم ان الحوض ميه اللي بنغسله فيه بحيث ان التكسير الحرفيه ساعات بندفع الميه تخلي الطعم ينط على الفاضي كسر، لو واقف في حمام سباحه مش هيجرى له حاجه. او اغسله في طبق كده ميه بالراحه كده كله عشان تتجنب ايه؟ طبعا الحاجات اللي بتاثر بقى على الميكانيكال بروبس تخليه برونتو فراكشر يكون فيه ديسكونسنتريشن سو هو بوكس يكون فيه كريزي يكون فيه انكلوجن والراجل المريض الفني بيشتغل شعرايه صغيره وقعت من بيت انكلود قال له بنسميها انكلوجن اوف فورم ماتيريال، او بس ديسكونسنتريشن سو غير البروستي اللي هي اللي هتاخد الليجا فينا البقا فينا هو الشعر وانت ما عملتش الطاق نمرة من بيش عملت زي كده بي شيء كده يعني الطاق بيبقى داخل حوالين الفينا كده والفينا بيتحرك كده هو ما تعملوش كده تعملوا كده يمشي مش يعني الاستس موزع على ايه كده لو عملت بي شيء يبقى الاستس يعني الفرصة على تكسروا على بعض رجله بس قلنا احنا في مبدا كويس ان هو جاي لازم يبقى رجله فيه ليه؟ ده يدرس ايه فراكشر فيشر ان ينتهي في مدة ست اشهر او سوبر او تنزين لو كان ممكن يستنشق ان هو معروف الكلام كان مش نظر اهو كان صوره حقيقيه لمريض خدت روما راح فين؟ اهي الطقم ده اتبلغ شايفين او معرفش كان مستوش يعني المهم دخل جوه مين اللي يبينه؟ الحته الكلاس دي يعني لو مش الكلاس ده موجود كان المريض هيموت ومحدش داري بيه يعني فوق من الكورونا اللي هي بره مش واخد باله من ايه؟ ان هو حصل له ان هو بلع حاجه او استنشق فالاحسن لو كان مش في السبيل ده يبقى رجله كبير هنا طبعا بعد ما طلعوه او دي بعد ما طلعوه في واحد نفس الشكل ده طلعوه منظر بقى او يعني بطرقه من ايه؟ اللي هي الشغلتنا عشان نشوفها. الميكانيكال بروبس كل الميكانيكال بروبس بتاعت الافلام بريزن مفيش اساس ماتيريال از لوور ذان ذات اوف ميتال لما نحول من ميتال نلاقيهم اخبار. لو سمع ايمان ميكانيكال في الافلام الجريئه ان هو اندر جو ثري يعني كريم بتاع مطر اثنين شكلتنا ميتال اخرين بسبب ليه السبب ده؟ عشان هو اسمه ده يقول لك the common property in the common material is الصفة المشتركة لهذه الأمر الأمر أكريك رزل لو هناخد من البرشة المدينة كمان كلهم الصفة المشتركة بينهم كلهم إيه؟ اللي هي الكري ليه سببها؟ إن هم بيسكوا لازم خلاص؟ نزرع شوية التالة بروس خلاص شرحناها اللي هي الكوفيشن بس اكسبشن مستمر في المكتب ده عيب عنده هو اللي يوصل الحراره كويس فده عيب عشان يمنع المريض الكذا بس الكوفيشن بس اكسبشن دي اللي هو كان منها خاصه لما نعمل اللي هي اسنان بوس لان لو اسنان اكريك ما فيهاش مشكله الكيميكال خلاص خلصنا كده التيمة الاكتيفيتي اكريك ناخد فكره بس سريعه الكيميكال اكتيفيتي اكريك ليزن انت عملت منه زي السبيشال ليه ده بيختلف اختلافات بسيطة عن الثيرمال اكتيفيتي كده هو يبقى الفاكر البولمر واحد مفيش فرق خالص يبقى عندنا بولمر هنا واحد شرح بالتفصيل والثاني بالتسهيل المونومر في الهيل كيور يمكن كيور بس هنا بط ان كيس اوف كيميكال كيور بيزيد حته صغيره اللي هي الكيميكال اكتيفيتي اللي هو عباره عن ايه؟ كيرش العينين او بلايند بايبر
صورت كان في هنا صوت من القنبلة عند كونتراست تلك اللي دايما يعني بتاعت السقعه دي الصوره دي بس في الوقت ده في الميه ها طلعوه بعد ده كده او كده ولا كده او ايه كده خلاص ده ادي طب كده سوا خلاص اه بعد كده كنا سبيس وبنس اقل يعني من ويزيد بس كم كان اكتبه الروتيشن امين لما التالي بقى تكون بتاعه مسجيد ماشي الكيميكا فيور بنستعمله في ايه؟ اول حاجه اللي كنت بقى في الريديه لو عامل صدفة مقصود اعمل سبيشال تريلر الكيميكا طيب المنفجع ده نزل مش هتجاوب الامتحان ماشي؟ يعني مش هتجاوب حاجه منه بس هنمر عليهم كل الكلام عشان ما تخش توصلوا لي ما تبقاش احنا ما استناش عشان منهم لا لا هنمر عليهم مع الواحد عامل هو بيقول لك ان خلاص انت عارف التقليل الستاندرد لان احنا كنا بنرفعه في بعض هم عارفوا شكل الفيكشن فيه يعني عدلوا شويه ليه؟ عشان تناسب استعمال معين او تناسب طريقه للطبخ معينه فايه هم؟ انواع في عندنا حاجه اسمها فور ريزم يعني ريزم ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pas
احنا قاعدين قوي بس متحمسين شو فعلا عايزه. هنجيب لكم كل شابتر سؤال واحد بس.